خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو دينا عشان نعرف منها اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير بسنت. صباح الخير يا احمد. صباح الخير والسعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان يا رب. الله يعني كملي لنا الاخبار الحلوه. الاخبار الجو لطيف يعني حلو. الحمد لله احنا ما فيش موجات حراره الفتره دي، لكن الجو طبعا احنا خلاص في فصل الصيف او ايام قيامه هنبدا مع بعض كلنا فصل الصيف، لكن فعلا درجات حراره مرتفعه شويه بس الصيف المعتدل يعني بعيدا عن الموجه اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت. بالظبط. خلينا دلوقتي ابدا معاكم جولتنا مع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. هنبدا معاكم من الدولار الامريكي، وهنبدا طبعا من سعر البيع 18 جنيه 78 قرش وسعر الشراء 18 جنيه و70 قرش. اليورو 19 جنيه 59 قرش للبيع، 19 جنيه 51 قرش للشراء. الجنيه الاسترليني 22 جنيه 98 قرش للبيع، 22 جنيه 88 قرش للشراء. فرانك سويسري 19 جنيه 27 قرش للبيع و19 جنيه و19 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 79 قرش للبيع، 2 جنيه 78 قرش للشراء. الريال السعودي 5 جنيه للبيع، 4 جنيه 98 قرش للشراء. الدينار الكويتي 61 جنيه 28 قرش للبيع، 60 جنيه و87 قرش للشراء. واخيرا الدرهم الاماراتي 5 جنيه و11 قرش للبيع و5 جنيه و9 قروش للشراء. بالنسبة لأسعار الذهب النهاردة، سجل عيار 18858 جنيه، عيار 21001 جنيه، عيار 24144، وأخيرا جنيه الذهب وصل ل 8008 جنيهات. خلونا نستعرض مع حضراتكم بقى جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. في استقرار في الأحوال الجوية، الطقس هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، في نشاط رياح أحيانا بالليل على مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية، وكمان في شبورة مائية خفيفة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في إدفو 41، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.